مساء الخير، أود أولا أن أشرب على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. نشرت شريط سابق عنوانته أسلوب البحث من تجربتي في الكتابة. كان ذلك بناء على طلب إحدى الطالبات الجامعية العربية. وبعد هذا المقال كتب آخر تعليقا على هذا الشريط ما يلي: رائع أستاذنا العزيز، رغم الكثير من التفاصيل الفنية، إني كباحث علمي في مجال آخر أتمنى جوانب أعمق للطرائق، طرائق البحث العلمي من باحث رائع مثل حضرتكم، مثلا الحيادية، التنوع، وفن التوسع أو الاختصار. إذا شخص آخر رجع قال إنه هو يحتاج أكثر تفاصيل، وخاصة موضوع الحيادية. هذا ما أريد أن أكلمكم عنه هذا المساء. في الواقع الحيادية لم تكن غائبة عن فكري عندما عملت الشريط الأول، ولكن بما أن ذاك الشريط كان موجه خاصة للباحثين العرب، والطالبة المذكورة هي طالبة جامعية عربية، رأيت أنه من الصعب إبداء الرأي في موضوع الحيادية. لماذا؟ بلادنا العربية لا تسمح بالحيادية في الكتابة. أذكر إحدى صديقاتي التي تدرس الدراسات الإسلامية في إحدى الدول العربية، أخبرتني أنها اتجهت إلى أستاذها في اللغة العربية وقالت له: أستاذ، هناك سامي الديب يدعي أن في القرآن أخطاء لغوية. فأجابها الأستاذ: يا بنتي خليها مسطورة، أنا عندي أولاد لازم أعشيهم. أظن جوابه واضح. فمن يتعرض لأخطاء القرآن في الجامعات العربية والإسلامية مصيره معروف. كيف يمكن في هذه الحالة أن تكون حياديا؟ ولكن لنكون آمنين مع نفسنا. صحيح نعيش في سويسرا، وتعتبر سويسرا دولة علمية من الدرجة الأولى، ودولة محايدة، ولكن في الحقيقة إن تعمقت في الأمر ستجد أن الحرية في أي بلد كان لها حدود. الحر الوحيد الذي يمكنه أن يقول كل ما يريد هو إما المجنون أو المستقل مادياً ومؤسساتياً واجتماعياً. أقولها بصراحة. لنأخذ أهم جامعات العالم مثل جامعة هارفارد. هل تظنون أن كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة هارفارد يمكنها أن تنشر القرآن بالتسلسل التاريخي؟
أو كتابي عن الأخطاء اللغوية في القرآن؟ لا أريد ذلك لكي أمدح نفسي، لا، ولكن كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة هارفارد ممول من السعودية، فلو أنهم نشروا القرآن بالتسلسل التاريخي أو كتاب عن الأخطاء اللغوية في القرآن، ثاني يوم السعودية ستقطع المال عنهم. وما أقوله عن جامعة هارفارد يمكن قوله عن عدد كبير من الجامعات الغربية، فهذه الجامعات غير مستقلة ماليا، ولذلك لا يمكنها أن تقول أو تكتب كل ما تريد. وأنتم تعلمون أن في الغرب هناك نقاط حساسة جدا، مثل موضوع المذبحة التي أصابت اليهود في الحرب العالمية الثانية. هذا موضوع يعتبر من التابوهات، ولا يمكن الكتابة فيه بتجرد تام. خذ موضوع الختان. أساتذة جامعيين وأطباء يؤكدون بأنه في الولايات المتحدة لا يمكن كتابة كل ما تريد. موضوع الختان ليه؟ لأنه يمس باليهود. ونعطيكم مثال تجربتي الخاصة. كتبت كتابي عن الختان الذي كلمتكم عنه، وهو ربما أكبر كتاب في هذا المجال، وأردت أن أقدمه لكلية اللاهوت للحصول على دكتوراه في العلوم الدينية. أنا في الواقع لا حاجة لي بهذا الدكتوراه، لأن عندي الدكتوراه في القانون، لكن قلت ما دام كتبت الكتاب حجرب حظي وربما أحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الدينية من جامعة لوزان قسم الدراسات الدينية. وتفاجأت بأن الكلية أرسلت لي رجل دين بروتستانتي يدرس في تلك الكلية، وهو صديق لي ويعرفني جيداً، أرسلته لي إلى مكتبي لكي يرجوني لسحب طلبي. قال لي: أرجوك سامي لا تقدم هذا الكتاب لكليتنا. فاستغربت، ليه؟ شو اللي صار؟ هل الكتاب يعني مش كويس؟ قال لي: لا، الكتاب لا غبار عليه. طب هو مش علمي؟ لا، علمي وما في مشكلة عليه، لا غبار عليه. طب فين المشكلة؟ لماذا الكلية لا تقبل أن أقدم كتابي عن الختان في جامعة لوزان؟ أجابني: كليتنا عندها مشاكل كثيرة، وإن قدمت هذا الكتاب وتم إجازتك وأعطاك لقب دكتوراه، فسوف نجد نفسنا أمام اليهود وأمام المسلمين وأمام البروتستانت، سوف يفتحون العداء علينا وستنهار الكلية. استغربت، كلية إلها أكثر من 200 سنة تنهار علشان كتاب؟ مش معقول. طيب، فقلت: مش مشكلة، مش هقدمه لكلية اللاهوت، هبعته لكلية القانون في جامعة بازل
لدرجة أعلى من درجة الدكتوراه. وتعرف بازل هي عاصمة الصهيونية العالمية، هناك كان أول مؤتمر للصهيونية العالمية، واليهود في مدينة بازل لهم تأثير كبير جدا. فكتبت لي عميدة الكلية تقول لي: لا نقبل كتابك لأنه بورنو، يعني يتكلم عن الجنس. استغربت. طبعا الحالة الختانية مص الأعضاء الجنسية للرجل والمرأة، لكن هذا لا يعني أنه هذا كتاب يتكلم بكلام بذيء أو مثل هيك، هو دراسة علمية وفي العلم لا عيب. لكن طبيعة الحال فكروا في الموضوع، لو هذه العميدة أجازت الدكتوراه كتابي عن الختان، لوقع بظهرها كل اليهود في مدينة بازل وربما طردت من الكلية. هذا مثال مثالين يعني مثال مثالين لموضوع الحيادية في البحوث. أخبرتكم في الدول العربية هناك نقاط لا يمكن المس بها، وفي الغرب هناك نقاط لا يمكن المس بها. أخذ رئيسة الوزراء الألمانية ميركل، المحكمة قررت أنه ممنوع ختان الأطفال، ويجب ترك الأطفال يكبرون ويتم ختانهم عندما يبلغون قرار المحكمة. فقامت قيامة اليهود على المحكمة، وانجبرت رئيسة وزراء ألمانيا أن تلغي قرار المحكمة. تصوروا يعني لحد فين وصل الأمر. هناك فصل للسلطات. رغم ذلك في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية، ما دام أنت مسيت باليهود ما فيش حل، مش ممكن تتجاوز الأمر. يعني علشان تكون مستقل في رأيك، يجب أن تكون مستقل عن المؤسسات أو مجنون. المجنون لا عتب عليه. مين المستقل عن المؤسسات؟ هو من يكون عنده المال الكافي ليعيش لوحده، أو متقاعد مثلي أنا. فكثير من الناس عندما يكون في الأستاذية كأستاذ جامعة يكتمون الكثير ولا يتجرؤون في كتابة كثير من المواضيع، وعندما تنتهي مهنتهم ما توعوا إلا في الاستسلام، لأنه خلص تحرر من سلطة الجامعة، تحرر من سلطة الجامعة اللي كانت مربطة إيديه وإجريه. قد لا تصدقون، فيعني أنا عارف الأمر، ما هو الوضع في الدول العربية وما هو الوضع في الدول الغربية. ولذلك لما أقول لكم تكلموا بحيادية، والحيادية أولا أن تقول الأمور بكل صراحة، لا تخاف لا من فلان ولا علان. هذا الأمر غير متوفر لا بالدول العربية ولا بالدول الغربية. نقولها بكل صراحة، لا بكذب عليكم ولا بتكذبوا علي. أوكي. لكن رغم ذلك، في حدود المستطاع، في حدود المستطاع يجب على الشخص أن يحاول أن يكون حيادي على قدر الإمكان، أو نقول أن تكون موضوعي. يعني أن
لا تترك لا لشعورك الديني أو العاطفي يسيطر عليك. وأذكر في هذا المجال أن عندما قدمت مخطوطة رسالة الدكتوراه تاعتي للرئيس تاعي المشرف على الدكتوراه، كنت أجتمع معه، أجد أنه على هامش المخطوطة تاعتي كاتب إلي أو لوبجيكتيفيتي، أين هي الموضوعية؟ وكتب ليها 10 20 معرفش 30 مرة إلي أو لوبجيكتيفيتي. هو غير متخصص في الدراسات الإسلامية وغير متخصص في القانون المصري، كان الدكتوراه عن مصر، ولكن هو يعرف أن بعض العبارات أو بعض المواقف غير منطقية، فهو بيحكم عقله. أولا يجب أن تعرف أن الأستاذ غير مطلوب منه أن يعرف كل شيء، وطالب الدكتوراه عامة هو متخصص في موضوع مش بالضرورة الأستاذ يعرف كله. فالأستاذ بيحكم على شو؟ طبعة الحال على المنطق، هل هناك منطق؟ هل هناك تسلسل بالأفكار؟ هل هناك المصادر صحيحة أم لا؟ وأذكر هنا أستاذي أستاذ آخر كان مشرف ثاني علي، كان أيضا مشرف على العلوم السياسية، عندما أعطيه المخطوطة ليقرأها، دبلوم علوم السياسية أو الدكتوراه، عملت علوم سياسية ودكتوراه، كان دائما يسألني ما هو شعورك؟ ما هو شعورك؟ قلت له أنت الأستاذ مش أنا الأستاذ، أنت اللي حتحكم على رسالة الدكتوراه وعلى الدبلوم علوم السياسية مش أنا. قال لي لا، إذا أنت بذاتك مش مقتنع باللي حكيته، إزاي أنا أقتنع؟ أنا عايز أعرف ما هو شعورك. تصور أستاذ محاضرم كان سفير سابق وأستاذ جامعة وفوق 60 سنة، وأنا الطالب الصغير 26 سنة، يستلم المخطوطة تاعتي وأسأله أرجوك تصلح لي الدكتوراه، وقبل أن يبدأ بتصليح الدكتوراه يطرح علي السؤال ما هو شعورك أنت؟ تصور تصور، ستقول هذا الأستاذ متواضع، لا، وبيعرف يعرف نفسية الإنسان، يعني أنت لازم تجهد نفسك وأنت حتشعر وتعرف. استفتي قلبك وإن أفتاك الناس كما قلت النبي محمد. فقلت أقول له لا، هذا موضوع، ده فكرتي موضوع، يعني اتخذت مبدأ الموضوعية في كتابتي. فيقعد يجادلني، يقول لي لا هذا مش ممكن يكون موضوعي، يجب أن تعدل في العبارات، يجب أن تعدل في العبارات، طريقة التعبير خطأ. يعني كانت الموضوعية والحيادية في الكتابة من أساسيات الحكم على رسالة الدكتوراه. عندما رجعت إلى رسالة الدكتوراه تاعتي وهي هذه غير المسلمين في بلاد الإسلام، الوضع في مصر، رأيت شيء استغربت منه. أنا كان عمري سنة 27 سنة لما قدمت الدكتوراه. تتعرفون موقفي الناقد من الإسلام، ولكن ماذا أرى؟ في بداية الكتاب
اعتمدت على مبدئين، ذكرت مبدئين في بداية الكتاب. ستستغربون ربما ماذا كتبت كمقدمة، يعني كشعارين أو جملة تقديمية لكتابي. الآية الأولى من القرآن والآية الثانية من الإنجيل. أنا المسيحي الذي ينتقد الإسلام، لم أجد عيبا أن أذكر القرآن. هتقول لي أنت ذكرت إيه؟ ذكرت إيه من القرآن؟ أنت اللي هتنتقد القرآن ليه؟ تروح تستشهد في بداية الدكتوراه بتاعتك بالقرآن ثم بعد ذلك بالإنجيل. إزاي تبرر ذلك؟ إيش كتبت؟ كتبت طبعاً بالترجمة الفرنسية. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. سورة البقرة الآية 42. يعني أنا بدأت من هذه الفكرة. ممكن يكون لي موقف ناقد للإسلام، ولكن هذا لا يعني أني أرمي كل شيء وأني لا أخذ الجواهر التي أجدها حيثما أجدها. وأرى أن هذه الجملة حكيمة جدا وعادلة جدا وتتفق مع الحيادية والموضوعية. مبدأ أساسي اللي يقول لك ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. طيب إيش أنت كتبت من الإنجيل؟ إيش نقلت من الإنجيل؟ يعني بالبداية بدأت بالقرآن وبعدين الإنجيل. رسالة الدكتوراه كأنه عنوانها غير المسلمين في بلاد الإسلام، الوضع في مصر، والعنوان الثاني أثر الدين على النظام القانوني. فأخذت إيه من الإنجيل؟ وإذا صليتم فلا تكونوا كالمرائين فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس. الحق لكم أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صليت فادخل حجرتك واغلق عليك بابها وصلي إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. هذه إنجيل متى الفصل السادس الآية 65. ماذا يقول السيد المسيح بهذه الآية؟ المسيحي يفصل بين الدين والسياسة، بين الدين والدولة. الدين لله والوطن للجميع. ما تروحش تصلي في الشوارع وتعلي صوتك فوق المآذن أهو يا ناس شايفيني، وتروح تصوم وتفرج كل الناس إنك صايم. لا، لك تصوم وصلي، صلي في بيتك، مالكيش تفرج الناس. بينك وبين الله دبر حالك، لا تعامل الناس بهذه الطريقة. هذه هي أيضا موضوعية، هذه هي الموضوعية والحيادية. لا تفرض دينك على الآخرين، لا تفرض دينك على الآخرين. طيب، هل هناك قرار أخذته الجزائر الأيام الأخيرة؟ شو مضمون هذا القرار؟ شو مضمون
هذا القرار. خبر، حقرأ لكم الخبر. صرح مسؤول في وزارة التربية الوطنية الجزائري خلال إجابته عن سؤال حول حذف البسملة من الكتب المدرسية للتلاميذ أن وزارته تتجه نحو الحذف النهائي للتربية الدينية من المدارس وليس البسملة للتلاميذ والتسملة وليس البسملة فقط. وقال إن المدرسة الجزائرية ستدرس مستقبلا القيم الإنسانية والوطنية ولن تدرس الدين، ومن يريد تدريس أبنائه الدين فعليه أن يفصلهم من الدراسة ويعلمهم الدين في بيته. وحول حذف البسملة من الكتب رد المسؤول قائلا بأن الكتاب المدرسي ليس مجلة دينية. هذا قرار شجاع وحكيم جدا. طيب، وضح لكم النقطة، سنوضح. تفتح رسالة الدكتوراه كباحث، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي احنا مش بجامعة، احنا بجامعة. أنا إذا طالب قدم لي رسالة دكتوراه بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم فقل له مرفوض الرسالة تاعتك. نحن ليس بقاعة صلاة، عايز تصلي صلي في الجامعة، هنا دراسة علمية. خذ الكتب التي تتكلم علوم إنسانية أو علوم قانونية أو غيره، كل مرة بمر على اسم النبي محمد أو أحد الخلفاء أو الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إلى آخره، أو صدق الله العظيم بعد ذكر كل آية. لو حذفت كل هذه العبارات التعبدية التي لا محل لها في رسالة دكتوراه بصراحة، نحن ليس في جامعة. تعايز تصلي صلي بغرفتك مثل ما بقول السيد المسيح. أتعبي ليش الرسالة تاعتك بعبارات طنانة وعاطفية ودينية؟ هذا ليست موضوعية. لو حذفت كل هذه العبارات التعبدية ستوفر ربما خمس حجم الكتاب، ربما خمس حجم الكتاب، خاصة إذا كان الكتاب عن الدراسات الإسلامية أو حتى عن القانون. وتصور علشان تنشر الكتاب لازم تقطع شجر علشان إيه؟ تعبي كلام لا علاقة له برسالة الدكتوراه. حلو. طيب، هلا نقطة أخرى في الموضوعية، أنك عندما تتعامل خاصة في الدراسات الإنسانية أو حتى في الشريعة الإسلامية يجب أن تتعامل مع الكتب المقدسة كما تتعامل مع ألف ليلة وليلة، لا أكثر ولا أقل. أذكر أستاذ الفلسفة الذي تبعت له بعض الدروس في جامعة فريبور، كان في بداية الدرس يبدأ بالقول أيها الطلبة الأعزاء، اتركوا أفكاركم المسبقة مع معاطفكم خارج الصف، اتركوا أفكاركم المسبقة مع معاطفكم خارج الصف. يجب أن تترك دينك
الأحدة. نحن لسنا هنا في مجال دين، نحن في مجال بحث علمي. لك في ناس بيستغربوا أنت إزاي تكون أستاذ أصول الشريعة وأنت مش مسلم. هل ضروري إنك تكون مسلم أو مسيحي أو بروتستانتي حتى تعلم الرياضيات؟ لا. هل ضروري إنك تكون مسيحي أو مسلم أو بروتستانتي أو كاثوليكي حتى تعلم الكهرباء؟ لا. هل ضروري حتى تكون من الديانة التالية أو هيك حتى تعلم علم البيطرة؟ لا. علم القانون لا يختلف عن علم البيطرة، وتدريس القرآن لا يختلف عن تدريس أي كتاب أدبي مثل كتاب الجاحظ أو كتاب المعري أو غير ذلك. يجب أن تتبرأ تماما من كل معتقداتك. حتى هناك المشكلة الكبيرة اللي وقع فيها طه حسين عندما قدم كتابه الشعر الجاهلي، وذكر في إنه والله إنه القرآن بيكلمنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن هذا ليس إثبات أن إبراهيم وإسماعيل وجد تاريخيا. فقالوا له إزاي أنت بتطعن بالقرآن؟ من حظه إنه القاضي اللي بت في الموضوع كان نوعا ما متنور، فأخذ بقول طه حسين الذي قال يجب أن تفرق بين المؤمن والباحث. المؤمن له أن يعتقد ما تريده ما يريد، لكن الباحث يجب أن يفصل بين دينه وبين البحث. نأخذ غاليليو، عالم الفلك الإيطالي غاليليو. تعرف الثورة تقول شو؟ إنه والله هذا واحد من رجال اليهود عايز يعمل حرب. قال يا شمس قفي. يعني إيه؟ يعني هي الشمس اللي بتتحرك حول الأرض مو العكس. فهو كان على قناعة تامة إنه بالفلك هو العكس، هي الأرض اللي بتدور حول الشمس وليس العكس. طبعا الحال الكنيسة انجنت، قالت يعني أنت شو بتفسد علينا بضاعتنا؟ يعني اللي احنا منقوله الثورة غلط؟ ما بينفعش هيك. فمنعوا يعلم نظريته وفرضوا عليه الإقامة الجبرية في بيته. لما تيجي على الدين ما يصطدم بالحقائق العلمية يتخلى. تعرف ابن باز أصدر فتوى قال من يقول أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وأشياء أخرى مثل هيك هو مرتد ويجب قتله. فضيحة فضيحة أخي. أفصل تماما ما بين الدين وما بين البحث العلمي. أذكر مرة في إحدى الدروس اللي أعطيتها في معهد في إيطاليا، كان بين طلبتي إيطاليين و عرب، منهم مسيحيين ومنهم مسلمين. في طالب مسلم كل مرة أقول النبي محمد قال هكذا وهكذا، الطالب المسلم يقول بصوت عالي صلى الله عليه وسلم. الطلاب اللي احنا نتكلم إيطالي بالصف، هو بيحكي بالعربي صلى الله عليه وسلم صوت عالي العربي، فهدول الإيطاليين ينكزوا يتشتتوا، كل شو بقول هذا من الحلال.
قلت له عزيز قلبي بدك تصلي على النبي محمد، صلي ما عندي مانع، بس خليه بقلبك، مو ضرورة انك تقوله بصوت عالي. قال لا انت بتخالف ديانتي، شو هذا حريتي الدينية، انا عايز اصلي للنبي محمد بصوت عالي، بدي اصلي. قلت له خلاص احمل اغراضك اطلع برا وصلي وارجع، اما تقعد تشتت لي الصف كل مره اذكر النبي محمد تقول لي صلى الله عليه وسلم، وكل مره اذكر ايه قرانيه يقول صدق الله العظيم، انت بتجنننا يا اخي العمر. فهمت علي؟ عشان اعطيكم مثال بالموضوعيه، يعني فصل الدين عن الدوله ما بخرب العلم والبحث العلمي، الحقيقة العلمية مثل الدين. نقطة أخرى، إنه طبيعي المسلم يبدأ بفكرة إنه والله هدول الكتب المقدسة محرفة، ولما بيكتب رسالة دكتوراه خاصة في المجالات اللي متعلقة بالشريعة الإسلامية يصير كأنه مدافع عن الله، وكل ما تكلم عن الديانات الأخرى كل هذه كلها ديانات محرفة والدين الحقيقي هو الله. أخي طور روحك شوية، احنا ما نتكلم عقائد، احنا بنعمل بحث علمي. طالت الحال هو هيك تعلم. هذا صاحبنا الشيخ عبد العزيز بن باز عمل فتوى بيقول إنه المسلمين ممنوع يقرأوا كتب الآخرين لأن هاي كتب محرفة، ولكن يسمح أن يقرأها المتخصصون للرد على أتباع الديانات الأخرى ولإثبات إنه الإسلام هو الدين الحقيقي. فسد الأمر، هذا شغل داعية مو مشكلة. أما المجال العلمي البحوث العلمية يجب تماما أن تفصل الدين عن العلم، حتى وإن كان في الشريعة الإسلامية، حتى وإن كان بالشريعة الإسلامية. طيب إذن هنا موضوع الحيادية والموضوعية من أصعب الأمور، ستجد في الغرب وستجد في الدول العربية والإسلامية على حد سواء، وبطبيعة الحال في نقاط حساسة عند هدول هي ليست حساسة عند الآخرين. لكن هذا لا يمنع أن يحاول الإنسان أن يكون على قدر من على قدر الإمكان بعيدا عن العواطف الدينية وتوابعها. أظن الأمر هنا واضح لديكم. طيب أنت لما بتبدي رأيك، تبدي رأيك في موضوع أيا كان، اعتبر حالك غريب، ليس لأنك أنت مسيحي أو أنت مسلم أو أنت من القومية التالية أو من القومية الأخرى تأخذ موقف. حتى القرآن ذاته بيقول لك واعدلوا وإن كان ذو قربة، يعني أنت لازم تكون بالتمام حيادي، تنسى أصلك، تنسى دينك، تنسى دماغك القومي، وتكون مجرد فكرك مجرد تماما. طبعا الحال هذا قد يجلب لك كثير من المشاكل، لكن
ما قيمة رسالة الدكتوراه؟ ماذا ستجلب للبحث العلمي وتقدم البحث العلمي؟ إذا كان دائما مربط إيدين وجرين وخاضع لاعتبارات دينية أو قومية أو ما أعرفش إيه. هل جامعاتنا تسمح بذلك؟ العربية والغربية على حد سواء. هنا المشكلة، هنا المشكلة. أنا أعلم الشريعة الإسلامية، أصول الشريعة الإسلامية لطلبة الماستر بفرنسا، وأخبركم بأن كل مرة أعطي درس في الشريعة الإسلامية تأتي شكاوى لعميدة الكلية ضدي. ليه؟ ليه؟ تفين؟ بتعلم فين؟ في الأزهر؟ لا، بفرنسا قرب باريس. طب إزاي؟ إزاي؟ ليش بيشتكوا عليك الطلبة؟ لأن هناك متعصبين، إما يهود أو مسيحيين أو مسلمين. وبطبيعة الحال تعليم المواد التي لها علاقة بالدين، أصول الشريعة الإسلامية، سوف تمس بالمسيحية أو اليهودية أو الإسلام، وستستفزهم على كل حال. وكل مرة عميدة الكلية تدعوني وتقول لي يا أستاذ سامي جد ضدك شكاوى. شكاوى إيه؟ أنا عارف الشكاوى إيه موضوعها، بس يعني بدي أشوف شو خبروها الطلبة. بتقول لي والله قالوا إنك أنت قلت الحكي الفلاني هيك وهيك 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 وهذا ما بصير. تلاقي صح انا قلته، مو مخفي عليك، خف مو مخفي عليك، يعني ما بكذب عليك، صحيح ده قلت. طب وانت شو قلت للطلبه؟ شو جاوبتيهم؟ فالعميده بتضحك، بتقول لهم انا بعرف الاسامي وبعرف شو بقول، بس لازم تسمعوا له، بس لازم تسمعوا له. لا تفرض رأيي عليهم، لا، ولكن ترفض أن تحد من حريتي. شفت الفرق؟ لكن أساتذة وعمدة كليات من هذه الدرجة من الرقي قليل ما تقع عليهم، لأنه كل جامعة عايزة تفلت تخلص بريشة، مش عايزة مشاكل، مش عايزة مشاكل. في جامعة جنيف مادة العلوم الدينية في جامعة جنيف يقوم بحراسة الصف بوليس. جامعة جنيف، نعم. ايه شو الخبر؟ ليه؟ هو في قنابل ولا شو؟ قال لأنه كل واحد بيجيب حساسيته، والأستاذ ما يسترجف تحت أمه، أو إذا واحد سأل سؤال أزعج الآخرين بيهددوه. أكلمكم عن سويسرا، لا أكلمكم عن الأزهر. أنا حبيت أكلمكم يعني بكل صراحة، لأنه إحنا بنفكر إنه الغرب يعني حر. في خوف كبير من التطرف الديني من جميع الاتجاهات. أنا يوم من الأيام دعوت إلى مؤتمر، إلى محاضرات في جامعة فريبور، طلب مني
أن ألقي محاضرة ضمن عدة محاضرات، وكان موضوعي عن الإسلاميات، حقوق الإنسان في الإسلام. في تيار كاثوليكي متعصب راح عند الأستاذ اللي عامل المؤتمر ده محاضرات، كان كل أسبوع محاضرة ويدعو له أحد المحاضرين. لما شافوا اسمي انجنوا، راحوا عند الأستاذ قالوا له هذا سامي الديب مش عايزين يلقي محاضرة. قال لهم ليه؟ قال لأنه ده بينكر الوحي، ده بيرفض فكرة الوحي. قال لهم ده حقه، إذا هو إذا بيعتقد هيك حيقول لكم إيه؟ يعني ضرورة إنه يتبع رأيكم؟ لا، بس هاي جامعة كاثوليكية مبصير. قال لهم عني هذا جامعة وهذا مجال علمي، وسامي الديب ده له قيمته العلمية وهيك، واللي عايز يقوله يقوله. قال لا 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 لا، ما بينفع سامي، ما بدناش يجي حاضر في الكلية. على فكرة أنا خريج جامعة فريبور، عايزين يمنعوني أحاضر في الجامعة اللي أنا تخرجت منها. فجاء الأستاذ هو كان معلن عن أسماء المحاضرين قبل بثلاث أربع أسابيع يعني، فمقدرش يلغي محاضرتي فجأة مثل هيك فضيحة. فاتصل بي تلفونيا وقال لي يا سامي، جت شكوى عليك قبل ما تحاضر. قلت له مين اللي اشتكى علي؟ المسلمين؟ قال لي لا 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 لا، مش المسلمين. ولا مين اللي اشتكى؟ الكاثوليك. ليه؟ عملت لهم ايه؟ انا صلبت المسيح. قال لا 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 لا، لا صلبت المسيح ولا على شيء ولا شيء، لكن بيقولوا انت بتنكر الوحي، ما بتآمن انه التوراة كتاب الله. قلت له شوف عزيزي، انا مش هفرض رأيي عليك، انت الاستاذ وانت المسؤول عن المحاضرات. فيا عزيز قلبي، اذا كلامك ما بيعجبك مش معجب طلابك وما بتقدرش يعني تتحمل المسؤولية، الغي محاضرتي، ما في مشكلة ما في مشكلة، مش هزعل عليك، انا وياك احباب وانا فاهم وضعك. قال لي لا 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 لا، انا ما اقدرش الغي محاضرتك لانه احنا معلنين عنها، فعايزين انك تحاضر. طب انت بتتصل بي ليه لعاد؟ يعني بس خفف من نبرتك، خفف من نبرتك، ما تكونش حاد. ها؟ قلت له يعني هو بيقوله بالفرنسي حط ميه داخل الخمر تاعك، يعني خفف من قوه الخمر، حط عليه ميه علشان يخف طعم الخمر. قلت له ان فهمتك كويس، انت عايزني اكذب مش هيك؟ قال لي لا ما تفهمنيش غلط، انا مش عايزك تكذب، ملهاش معنى انك تيجي تكذب علينا. راح اعمل ايه؟ تحيرتني. قال لي بس يعني دير بالك، يعني انت عارف عمل لك ايه. قلت له هم قام واحد من الطلبة اللي بيجي يحضروا هذول المحاضرة، قال 20-30 طالب وكتير. قلت له انت خايف من 20-30 طالب؟ قال لي ايه بس بتعرف المشكلة. قلت له ما مشكلة، دبر حالي مو مشكلة. المشكلة فين؟ انا دخلت الصف قاعة المحاضرات ولا القاعة متروسة من اولها لاخرها، هذول المتعصبين كل منو جاب جماعته، المسلم جاب جماعته والبروتستان جاب جماعته والكاثوليك جاب جماعته ودخلوا في القاعة. والأستاذ ده اللي عامل يعني المشرف على المحاضرات بده يقدمني، شفت وجهه أحمر. قلت له مالك مريض؟ بعيد الشر. قال لي لا، أنت شايف القاعة؟
قلت له ايه خايفها؟ قال انا خايف تنتهي على شر. قلت له لا تخافش لا تخافش، خلي علي، مو مشكلة، لا تخافش خلي علي. هذا الأستاذ بعد ما قدمني قال لي انت حبيت تيجي اهو جبناك، كنت عايز تلقي محاضرة اتفضل لكم محاضرة. راح فين؟ قعد بين الطلبة، خاف يبقى بحد يقول انت يعني ضامن كلامه او قابل بكلامه فيجعلي. وقال انا من المستمعين من غير شيء. وبطبيعة الحال يعني انا ما خافش من حد، واللي بدي اياه قلته، واللي بدي اياه قلته. وأذكر جملة من أحد المتدخلين، كان أظن مصري من لهجته باين إنه مصري، بيقول لي أستاذ سامي أنت قاعد تنتقد الإسلام. قلت له لا أنا بوضح لك الشريعة الإسلامية، بتقول الشريعة الإسلامية ما بقدرش أنكر عليك، هاي نصوص قرآن، هاي نصوص الحديث، هاي الفقهاء، بس لا تنسى سامي إنه إحنا كنا 500 مليون، هلا صرنا مليار، وقريبا حنكون مليار ونص، يعني احنا على حقيقة. بكل جميع في القاعة. قلت له عزيز قلبي تسمح لي اعطيك جواب فلاحين؟ قال لي اه. قلت له بس دير بالك الفلاحين كلامهم يعني شوية خشن. قال مش مهم تكلم. قلت له عزيزي احنا فلاحين منشوف قافلة جمال، تعرف قافلة الجمال؟ قال اه. قلت له مكونة من ايه؟ قال من جمال بعيد عنك مربوطين بحمار. قلت طيب لنفرض انه ربطنا ورا الحمار 10 جمال، بتغير طبيعة الحمار؟ قال لي لا. قلت له ربطنا 1,000,000 جمل ورا الحمار بتغير طبيعة الحمار؟ قال لا. قلت له ربطنا ورا الحمار 1,500,000 جمل بتغير طبيعة الحمار؟ قال لي لا. قلت له خلاص جاوبت عن نفسك. فكر شوي وصار يضحك، وعارف فهم القصة. أنا عايز أوضح لكم يعني إيه هذا الكلام، إنه هناك صعوبة إنك تكون موضوعي، إنك تقول الحقيقة حتى في الجامعات الغربية، ولكن هل هناك إمكانية أن تكذب؟ يجب أن تتفادى الكذب على قدر الإمكان، يجب أن تكون مع نفسك. طبعاً بدي أحكي لكم آخر مداخلة، آخر كلمة. كل مرة أعطي محاضرة بفرنسا أو بغير دولة أو بسويسرا، أول سؤال يطرح علي يقولوا لي أنت يا سامي مش خايف؟ قلت لهم خايف من مين؟ طب أنت عارف الوضع كيف متأزم، مش خايف انه يطلعوا فتوى ضدك؟ هم ما طلعوا فتوى ضدك. قلت له والله ما طلعوا، مش عارف شو عملت غلط حتى ما يطلعوا فتوى، يعني اهو لتمييز عنصري ضدي، كان لازم يطلعوا فتوى ضدي. بصير يضحكوا. بقول لهم بصراحة أنا الوحيد اللي خاف منه هو سامي الديب. قال لي إزاي؟ أنت تخاف من نفسك؟ قلت له آه بخاف من نفسي. كيف أنت خايف من نفسك إزاي؟ قلت له أنا، قلت لهم أنا بخاف من نفسي إن كذبت، لأن أروح من نفسي فين؟ أنا آجي أكذب عليكم وأروح، هعمل إيه مع نفسي؟ يصمت. هنا المشكلة، إنه الإنسان لازم يكون أمين مع نفسه، وإن كذب للناس على الناس هو نفسه مش هيرتاح. طب أنا لن أطول عليكم، هذه مداخلتي الثانية.
وإن عندكم أسئلة أخرى تريد أن تستوضحوا بخصوص البحث العلمي أو حتى مجال البحث الاجتماعي وغيره، يمكن أن تطرحوها. أرجوكم أن تشتركوا في قناتي المتواضعة وأن تكتبوا تعليقاتكم. أعجبكم ما أعجبكم اكتبوا اللي تريدون. يا للأسف كثير من الأوقات أو أكثر المداخلات على أشرطتي تتضمن مسبات. أنا مو زعلان، مو زعلان بالعكس، لأنه الكمال لله فقط، ولا أدعي أني أنا كامل، لكن يعني أهو أنا شبعت مسبات بصراحة، وما مش مهتم بالمسبات علي، فاهمين علي؟ لكن يعني خلينا نستفيد من المداخلات تاعكم، تفيدوني تفيدوني وتفيدون الآخرين. يعني إن سبيت أبويا وأمي وما أعرفش إيه، أنا شو استفدت؟ والقارئ شو استفاد؟ وأنت شو استفدت؟ كل إناء بما فيه يرشح. والمسبات تدل على أخلاق من يقول المسبات، يعني ما تسودش وجهك بذاتك، لأنه أنا بصراحة المسبات يا ما سمعت، وإن تحب أرد على المسبة بالمسبة يا ما أشطرني بالمسألة. لا تنسوا أنا ابن فلاحين، يعني المسبات كلها حافظة على الغيب، بس أنا ما بحب المسبات، لأني بعرف المسبات ترجع لصاحبها. أنا هنا مداخلتي، وأشرب مجددا على صحتكم، ففي الخمر الحقيقة. ليلة سعيدة، مع السلامة.